نكمل في الجزء اللي بعد دي على طول، اللي هو الماوس. بالمناسبة علشان الماوس ياخد الشكل ده انا حطيت دروب شادو، بس بصوا من غير دروب شادو فلات. بالدروب شادو تقدروا تقولوا ان الدروب شادو هيبقى هنا محاكاة للامبيانت اوكلوجن، يعني فاهمين؟ عشان تحسوا ان في عمق بين ال ده والسيرفس او السطح اللي ورا. ولو قربنا بصراحة هنلاقيها يعني جميلة جدا. لو عايزين كمان ان احنا نزود الرياليزم شوية، ممكن نروح في الجلاس ونروح للسبيكولر ونعلي السبيكولاريتي شوية، ممكن كمان نعلي الروفنس شوية، فهنلاقي سبيكولرز. لو انت حابب ان السبيكولر يكون جاي من اللايتس اللي انت حاططها في السين مش من التكتشر نفسها، اقفل الميتالينس دي كده. اللايتنس ده اللي جاي من اللايت، بس انت في حاله زي دي هتضطر تقفل السبيكولر شويتين عشان السبوت لايتس دي، وهتقلل الروفنس شويتين تلاته اربعه. ده لو انت حابب، يعني خليك موازن بين دي وبين دي، تمام؟ وهتلاقي الدنيا معاك زي الفل، تمام؟ ده لو انت حابب حاجه زي كده، اما انا مش حابب حاجه زي كده. عايز تحط شادو واحد برضو مفيش مشكلة. عايز تخلي الديستانس مثلا هنقول بواحد، والسوفتنس بتلاتة مثلا، او خلي الديستانس باتنين. ممكن تعمل كنترول دي، تمام، وتخف اوباسيتي ده شويتين، ماشي. وتقريبا احنا عايزين نعمل عكس الاتجاه ده علشان يبقى ماشي مع اتجاه اللايت اللي جاي من اليمين. والديستنس دي هنخليها مثلا بتاع 5، والسوفتنس هنزودها شويه. يبقى كده انت عامل بروسيدورال شادو. عندك شادو قوي قوي ورا الماوس على طول، وعندك شادو تاني سموث. يعني ده لو انت حابب، يعني خلي ده مثلا يكون 50. ده كده بالنسبه للماوس. تعالوا نشوف بقى الكراكس هنعملها ازاي. الكراكس او المات بتاعت الكراكس، نخلي بالنا ان هي هتدرايف الماوس وهتدرايف الجراس، يعني هنعرف نشتغل بيها على الجراس وهنعرف نشتغل بيها على الماوس. يعني احنا هنطلع الماوس ده من وسط الكراكس دي. هتيجي ازاي دي بقى؟ شغلها او التكتشر بتاع الكراكس شغلها مش جوه، مش هيبقى جوه الماوس كومب، ده هيبقى جوه الكراك تايب بيفل، تمام؟ لان دي هي اللي بتدرايف كل الافلام دي. طيب هنعملها ازاي؟ هنفتح الكراك تايب بيفل، تمام. مش دي التكتشر او المات او البامب ماب، وات ايفر انت عايز تسميها ايه، اللي عامله درايف لكل الهلومه دي. طيب نقفل دي وهنخلي دي هنجيلها بعدين، بس هنا الاول هنعمل الكراكس، تمام. ليه هنعمل هنا الكراكس؟ لو عملنا الكراكس هنا هتسمع معايا هنا. طيب نروح للاير نيو سوليد، ودي هسميها كراكس. ايه زقفوس اللي انا كتبتها دي؟ انا اسف. هنسميها كراكس وهنعمل اوكي. هنيجي هنا هنحط افتكر واخد نفس الافكت سيل باترن. وبالمناسبه لو انت حابب للمره الثانيه انك انت تجيب صوره من جوجل، اكتب كراكس او اعملها على فوتوشوب، هات فرش لكراكس واعمل كراكس اللي انت عايزها، مش شرط. دي هي دي الفكره، ان هي بروسيدورال، تمام. بس في حاجه زي دي ممكن ما تحتاجش الافكتات، يعني اي صوره وقلبها ابيض واسود، خلي الكراكات لونها اسود وفي النص ابيض وخلاص واشتغل، تمام. عايز تفرع على نفسك خلي الكراك ابيض واللي في النص اسود، عشان كده كده نعملها انفرت دلوقتي اساسا، تمام. فبراحتك شوف الكراك اللي انت عاجبك شكله واعمله هنا. طبعا اللي حصل ده حصل عشان البتاع دي، تمام. زي ما قلت لكم، يمكن ده اكبر دليل على الكونسبت اللي قلت لكم في الاول بتاع كونسبت المحاضره دي، ان المحاضره دي او التايتل سيريس اللي هو عاملها دي، هو الاساس فيها الديسبليسمنت. الاساس فيها ديسبليسمنت، ابيض فوق اسود تحت، هو ده الاساس فيها.
يعني الموز لما احنا عملناه كان كله زي ما احنا شايفين كان بامب ماب، لدرجه انك ممكن كنت نرندر التكتشر دي من الافتر انو دي على سينما 4 دي ونشتغل بيها تكتشرنج عادي كبامب ماب او كديسبيسمنت ماب. فهي الفكره في كده. المهم ما عشان ما نخرجش بره موضوع المحاضره، الكونتراست كل ما هتعليه على فكره كل ما هتزود الجابس اللي بين الاوبجكتس وبالتالي الموز هيقل شويه. فمش عليه اكتر من كده، لكن طبعا لو عملت ديسبيرس انت بتعمل زي تشتيت يعني تشوه عادي، خليه زي ما هو. الاوفر فلو سوفت كلامب وراب باك مش هتنفع خالص، فخلينا الكليب عشان نحافظ على الاسود. السايز هناخد السايز ده خليه مثلا بتاع 4، افتكر 4 يبقى كفايه قوي. وخلي بالك من 4 دي عشان انا هقول لكم علاقتها ايه باللي جاي. هناخد اللي بعده اللي هو تريبيلونس ديسبليس، علاقتها بده. دلوقتي انت عندك السايز 4، مش ممكن هيبقى السايز 4 وهتروح تعمل السايز بتاع الديسبليسمنت ب 100. لا، انت كل حبايه عندك ب 4، فده على الاقل هيبقى مثلا بتاع 2 اخرك. خلاص لو زودنا كده هنلاقي كده انت تحمد ربنا قوي على ان هي بالمنظر ده. فانا مش عايز حتى اعلي قوي، هيبقى كده كويس. وازود بس الكومبلكستي لو عايز صب ديتيلز، مش عايز اتوه، مش عايز يعني ازود قوي، بس هو ممكن يوصل لحاجه زي كده. زي ما قلت لكم لو قللت الكونتراست فانا بقلل الجابس، لو زودت الكونتراست فانا بزود الجابس. ممكن تاخد شكل تاني على فكره اللي هو التيوبيولر ده، تمام، بس ده هزود الكونتراست قوي علشان يبقى بالشكل ده كده، واخلي السايز مثلا بتاع 2 لان هو حجمه كبير قوي، فيبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. ده هيبقى قليل شويه لان هو التاني اصلا فيه ديسبليسمنت اساسا، فافتكر ان ده ممكن يدي شيب شكله حلو. ده بالنسبه لل اوبس انا اتسطلت معلش انا اسف، معلش 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 كريستال اتش كيو انا اسف، ده انا بعمل كراكس مش بعمل الموس، انا سرحت واشتغلت على الموس. عامه ما علينا، كان في شويه معلومات حلوه بس ما علينا. خلاص هشيل التربلنت ديسبليس، تمام، وهنخلي دي مثلا تكون 2000 ولا حاجه، وديسبيرس هعملها 1. السايز معلش عندنا دي اسف جدا والله، جدا 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 كمان، تمام. كراكس زي ما انت عايز، تربلون ديسبليس يعني ما رحتش بعيد، هنزود ده شويه كده فهيبقى بالشكل ده. كومبلكستي مش محتاج انا الكومبلكستي دي كلها، ده هي هتبقى حاجه بالشكل ده كده. ممكن نزود السايز، بس افتكر السايز لو بقى 2 هيبقى ظريف. ده بالنسبه للكراكس، طبعا تكبرها وتصغرها من السايز، افتكر تبقى كده بنت حلال. طيب لو انا جيت عملت دي مالتي بلاي ورجعت هنا، تمام، هلاقيها بقت بقت فين بقت فين بقت فين بقت التايب، خلي دي 1 ونرجع هنا هشوف هي فين. افتكر احنا ماشيين، لا افتكر احنا ماشيين صح، بس الفكرة ان انا ما كنتش واخد بالي منها. طيب انا قلت ايه؟ ما كنتش واخد بالي منها صح. طب ما انا عايز احط هنا زي امبيانت اوكلوجن برضو، بس في الحالة دي مش هينفع دروب شادو، دي لازم حاجة منها فيها تخش جوه الحفر ده. علشان كده بما اني هستخدم دي مرة تانية وتالتة ورابعة وعادي ممكن استخدمها في وقت، فانا اعمل كنترول شيفت سي وهسمي دي كراكس كومب move all attributes okay، وهرجع اودي دي لمالتيبلاي بالمنظر ده. اقدر ان اجي هنا واخد الكراك كومب فوق دي اف واقوم قايل له مالتيبلاي كده، الكراكس ظهرت للمره الالف هنا. عشان اخلص من دي اعمل ايه؟ اظن حفظنا، هقول له set mat. لما بحب اجيب الفا مكان جزء من اللير على طول هو سيت مات، اما اشتغل على لومينانس او اشتغل على الفا. لو انا عايز ان انا اعمل المات من الالوان بتاعت الكراكس هشتغل على لومينانس،
لو انا عايز افرغ الكراكس بس ومش عايز فيها اي حاجه وتبقى هنا بس، يبقى اشتغل على الفا. فانا هسيبها الفا تشانل وهقول له مات فروم لاير اللي احنا عمالين نستخدمها من صباحيه ربنا اللي هي كراك تايب الفا. بس كده يبقى انا عملت الكراكس. طبعا لو طلعت الموس هلاقيه بالمنطق، بس منطقي يعني ان هو الموس هيبقى فوق الكراكس يعني. طب كده احنا ميت فول 14 عملنا الكراكس. ازاي بقى هخلي الموس ده يشوف الورن ايدجز دي ويخرج منها؟ هنخليه مات، يعني بمعنى تاني هنخليه مش متواجد الا في الحتت دي. طالما انا قلت الكلمه دي وعايز المات يبقى على الموس ملوش دعوه بالطيب، يبقى هروح في الموس اف اكس. دي مش دي المسؤوله عن او اللي بتدرايف الموس، يبقى هشتغل هنا. ببساطه هروح اجيب الكراكس كومب واحطها فوق. تمام؟ بس في نقطه، انت عايز الموس يبقى هنا صح؟ مش هنا، مش في الابيض، يعني انت عايزه مكان الابيض مش مكان الاسود. طبعا مكان الاسود مقفول. تمام؟ فانت عايزه مكان الابيض، يعني عايز لو انا جيت عملت دي مالتبلاي كده الموس مش هيطلع خالص، كده الموس بقى في الابيض. لكن انا عايز اجي هنا واقول له انفرت، خلاص عملت انفرت. تمام؟ ولو رحت عملت كده وقلت له مالتبلاي، خلاص بصوا الموس بقى فين؟ هيبقى هنا في الاماكن دي. لو جيت رجعت كده هل ابصه يعني هو اهو بقى هنا، بس انا يعني عايزه يبان اكتر من كده يعني. فانا هروح هنا واروح لده واقول له ممكن مثال فاست بلار يقضي الليله يعني. لو جينا عملنا كده زودناه شويه ورحنا لكيرفز افكت، واللي انا عمال اسمعها لكم من التوتوريال اللي فات، طالما بلر الفا تمام ماشي ممكن نعمل كده. اوبس لا، ده مش بيعمل فيد على الفا، انا متاسف. هنعمل كيرفز تمام، وهنعمل بوست للكلر مش للالفا بالمنظر ده كده. هنا بقى نضيق او نوسع زي ما احنا عايزين بالمنظر ده. لو رجعنا للديكي هنلاقي الماس تمام بالمنظر ده كده. بس زي ما قلت مش عايزه منتظم بالشكل ده، مش عايزه خارج من كل حته بيكون باظظ بالشكل ده كده. طبعا ممكن تحط انا بقى اي حاجه تانية غير الموس، تحط دم، تحط اي حاجه. تمام؟ نيجي هنا بسيطه بس شويه كده احسن، ده هي كده ما فيهاش فيد خالص. تمام؟ طب نيجي هنا نعمل ايه؟ عندنا طرق كتير. ممكن احط فراكتال نويز، ممكن احط اي ماسك ابيض واسود واعمله بلند مود سواء سكرين او مالتي بلاي. بس الفكره انك انت لو عملت حركه زي دي انت هتمنع الماس من حتت بعينها، بس هو يبقى داخل جوه الكراكس دي. اللي انت عايز تعمله انك انت عايز تديسبليس الكراكس دي. انا قلت من شويه ديسبليس صح؟ طب ما هو تربيلنت ديسبليسمنت، بس ما يبقاش السايز بالمنظر ده. يبقى السايز مثلا وليكن بتاع 3 ولا حاجه تمام، ومش هنديسبليس قوي. ونرجع هنا كده هنلاقيه بالمنظر ده كده. طبعا ممكن السايز خليه مثلا بتاع 5 ماشي، بس زي ما قلنا يعني ما يطلعش قوي علشان ما تلاقوش طلع بره الايدج خالص يعني. هنيجي هنا وافتكر ان احنا ممكن نوسع البلر شويه، مش قوي يعني ما يبقاش قوي قوي. هنلاقيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده تمام. فممكن ان احنا نيجي هنا كمان و ممكن نعلي السايز، هيبقى عالي قوي كده. تمام؟ مش عايزينه قوي، والاماونت ما يبقاش عالي قوي برضه. افتكر كده كده هيبقى كويس. اخر ظبط عشان نجيب ديتيلز هنقوم معليين الكومبلكسيتي
تمام، ونظبط الاماونت ده شوية ونخلي مثلا بتاع 9 ولا حاجة. لو جينا نروح كده هنلاقيه بالمنظر ده. طبعا اقدر عشان ابقى شايف بس هعمل لوك لدي، شيل دي ملهاش لازمة، وارجع هنا في الماوس نفسه. انا قلت لو انا رحت كده انا هخفه، لكن لو انا جيت كده انا هزوده. فزي ما قلت انت حر، عايز تزود تمام، مش عايز تزود انت حر. نفس القصة هنا في الفراكتال نويز، لو قللت ده شوية هيزيد، لو زودت اللايتنس هيزيد بالمنظر ده كده، زي ما انت حابب. الباترن اللي انت عايزه اعمله. دي البابلز ممكن تشتغل على التيبيولر، بس خلي بالك هيغير هيغير، لا مش هغير حاجة. هنروح للتيبيولر تمام، و نعمل ده كده كومبلكسيتي كده شوية و ديفيرنس ده نعمله كده، والفراكتال نويز تمام. انا افتكر ان كده الدنيا كويسة. ولو احنا زودنا ده سنة هيبقى اظرف، كومبلكسيتي هيبقى احلى بكتير. طبعا لو قللت الكومبلكسيتي دي، بص عشان تبقى عارف هتاخد باترن باترن بالمنظر ده كده. فانت عشان تبقى عارف منين بيودي على فين، او لو حبيت تغير فين هتروح على فين. تمام، ده بالنسبة كده للماوس. ندخل بعد كده على الهير، نقفل دي ونقفل دي، كنترول دي ودي هنسميها مين هير. نقفل ده، نقفل ده، 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 نقفل ده، نقفل كل ده. دول هحتاج منهم واحد بس واقول لكم ليه. هنيجي هنا واقول له سي سي هير. الجميل بقى ان هو يطلع من نفس المكان زي ما قلت، هي بتدرايف كل حاجة. لو احنا جينا على اللينكث زودنا اللينكث بتاع الهير، كده مثلا كده بقى جنجل. الثيكنس براحتك، لو حابب انك تقلل الثيكنس اللي هي التخانة يعني بتاعتهم مفيش مشكلة. الويت الى الجاذبية، تقدر تعتبرها الجاذبية. لو احنا قللنا الجاذبية كده فهنلاقي الهير يعني كل حتة مع نفسها، وافتكر الشكل ده ظريف يعني تمام. نعلي ده شوية. بالمناسبة في حاجة جميلة قوي في الهير، انه فيزيكس، يعني كل ما الهير ده كل ما الثيكنس هيزيد كل ما هيحس ان الجاذب، كل ما ده هتلاقيه بينزل لتحت تمام كتقل. الدنستي ممكن نزودها شوية بحيث نزود الهيرز حبة لو انت حابب يعني تمام. نروح للهير، الهير فول ماب، ودي اللي جميله، دي اللي بتخليني اشتغل ادي الويند افكت وكمان الديستريبيوشن ان انا اوزعه زي ما انا عايز. هنا الاد نويز نزود شويه في النويز بحيث يبقى فيه كيرلز، يبقى فيه حاجات من دي. افتكر لينكس هيقل شويه تمام او هيزيد مش مشكله، بس الدنسيتي تهدى شويتين. بعد كده الجميل في الهير كلر ان في خاصيه جامده قوي اسمها هير انهيرتنس. الهير انهيرتنس هتخلي لون الكلر من اللير اللي هو خارج منها في حالتنا اللي هي الماوس. فلو احنا عملنا دي كده وزودنا الاوباسيتي بقى بالمنظر ده، بس في سبيكرز لونها اخضر ابيض مش مهم. هنروح هنا الروفنس، يمكن نرفع الروفنس شويه، هي هتزود السبيكرز او هنقللها، اسف مش هنرفعها. وفي نفس الوقت السبيكولر نفسه هنخليه مثلا بتاع 10 ولا حاجه عشان نطفي الكلر ده. امبيانت لو علي هيبيض تمام، فلا انا عايزه كده. وديفيوز هنقلله شويتين. ممكن في دي بقى نزود الروفنس تمام، وبكده خدنا الهير. طيب زي الفل. هو انا بقى عايز اعمل ويند افكت، ويند ويند افكت.
هنروح ليه layer new solid ودي هنسميها wind map وهنعمل اوكي. الافكت بتاع الهير زيه زي displacement map، ما بيشوفش الافكت على السوليد، لازم يشوف الافكت على سوليد جوه كومب. فهنعمل ايه؟ هروح هنا هحط الفراكتال نويز خلاص، وكل بس الحكايه ان انا هزود الكونتراست حبتين، مش هعمل فيه اي حاجه على فكره غير اني هقلل الكومبلكس اخليها مثلا بتاع 2 ولا اخليها مثلا بتاع 3 ولا حاجه. وهاجي على الايفولوشن وهحط، انا حطيت كي فريم فين، واجي لغايه هنا مثلا وارفعها زي ما انت عايز. السرعه اللي انت هتشوف بيها الافكت ده هنا هي سرعه الويند في الهير. طبعا كده انا هعمل كاميرا شيك، فانا عايز اعمل كاميرا شيك احس ان الويند جامده خلاص. فانا ممكن ارفع دي كده، وممكن كمان ارفع الكومبلكس دي بالمنظر ده. هنلاقي بالمنظر ده. طيب عشان الهير يشوفها كنترول شيفت سي زي ما هي كده موف دي، انا مش محتاجها في حاجه. كل بس الحكايه ان انا اروح للمين هير واقول له ان الماب لاير بتاعتك هي مين؟ هي الويند ماب هير كومب. لو شفنا بس السوليد دي لوحدها هتشوف اللي انا قلته يعني. تمام، انا عايز احط نويز اكتر من كده. وفي نقطة كمان مهمة، الماب سوفتنس لو انا زودتها قوي هتبقى سموز بطريقة مستفزة جدا. تمام، لكن لو انا خليتها مثلا 5 هتبقى جاجد. كل ما الماب سوفتنس دي بتقل، كل ما بيبقى التأثير بتاع الماب اللي هي الويند ماب بتبقى على كل هير هيراي شعراية. تمام، بتبقى على كل واحدة خلاص. كل ما بتزود الماب سوفتنس كل ما بيبقى الافكت على الباتشز، يعني على مثلا 20 30 واحده مع بعض خلاص. فانا كده لقيتها بالشكل ده. طب ما في حاجه حلوه، لو انا قلت له تربولنت ديسبليس خلاص، هنخلي السايز صغير ماشي حاجه بالمنظر ده كده بحيث يبقى معرج شويه كده، مثالي التربولنت سموز هتبقى افضل اهي. خدت التعريجه دي. كومبلكستي ما افتكرش اني عاوز حاجه كده، يمكن السايز نعليه شويه كمان. ده ممكن نخليه 20. تعالوا نجرب هنلاقيه بالمنظر ده كده. الجميل كمان ان الايفولوشن دي لو حركناها هنحرك الهير نفسه، فانا هعمل كده ووب واخد دي هنا وحرك الايفولوشن دي كده. لو جينا نعمل كده هنلاقيه بالمنظر ده كده. تيجوا نشوف الافكت كله على بعضه. حاسس ان ده محتاج يروح للحلاق، فهقلل ده شوية، وممكن الويت ازوده شوية. تمام، مش قوي يعني. ودنستي نجرب. هو على فكره التقل مش من السي سي هير، التقل من التربولنت ديسبليسمنت. هو افكت رخم شويتين، تقيل شويتين، هنلاقيه بالمنظر ده. جميل كده، جميل. تيجوا نعمل انيميشن بسيط. الاول الانيميشن عايز اعمله على الكراكس. طيب هروح ل الموس اف اكس كومب اللي هي دي. اوبس اسف. هروح للكراك، الكراك كومب هي دي. ببساطة هروح اخد التايتل الفا راح فين اهي، ده هي كده، واحط دي هنا. بصوا كده اللي هيحصل، المكان اللي فيه التايتل ده مش هنلاقي فيه كراكس. انا اهي شايفين، والكراكس طالما اختفت الهير هتختفي والمنص هيختفي. اذا انا من دي هقدر ادرايف كل القصه دي. يعني لو انا اتحكمت، لو انت حطيت لينير وايب حتى على الاف على التايتل هتشيله. تمام، طب
ما تيجي نشوف، نشوف، تعالوا نخلي التايتل ده يحصل له ريفيل، ريفيل اوت يعني، يعني يروح يعني ما يبقاش موجود، يعني هو كده موجود تمام. طب ريفيل في 50 حاجه، ممكن اروح للاير نيو سوليد واقول له فراكتال نويز. هو انا بكتب فين؟ فراكتال نويز، واروح مثلا لحاجه زي سترينجز، لا سترينجز مين؟ راحت فين؟ سب سكيل، ونفرت عادي ونزود الاخت دي شويتين خلاص، ونكي فريم البرايتنس. هي الفكره في البرايتنس ان انا عايز اقول له دي لومه مات، بص بص عشان عارفين تبقى عارفين بنعمل ايه. البرايتنس انا عايز اجيبها كده في الاول تبقى عاليه وكي فريمها، وفي خمس وفي اربع مثلا ثواني ولا حاجه، ولا في خمس ثواني ولا حاجه الكراكس دي تروح تمام. بس اعلي الكونتراست اللي هو من الاخر اعملها كده. تمام بالمنظر ده. بس في حاجه مهمه قوي هنا، انا عايز ديتيلز كتير فعلا، عايز ديتيلز كتير، وكمان الاهم من ده ان انا عايز سكيل صغير. ليه بقى؟ عشان الكراكس الاقيها فعلا 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 بتطلع من اماكن صغيره. يعني هنا على فكره هو واضح ان انا رافع البرايتنس قوي، فانا عايز اقللها، هتاخد وقت جامد على ما تختفي. ايوه يعني كده مثلا. لو جينا نبص هيبقى كده. الجميل بقى كمان الت كليك على الايفولوشن وقول له تايم في مثلا 500. تيجي نشوف طبعا. واحد هيقول لي طب الهير، ما هو الهير ده له انيميشن لوحده، انا بس عايز اشيل دي دلوقتي. هي المفروض الكراكس تظهر، مش عارف ما ظهرتش ليه. اوبس انا اسف. تاني كده هنلاقي الكراكس والموس الاتنين مفروض ان هما هيظهروا مع بعض. فهم لو خدنا بالنا بدأ يظهر. تمام. جميل. لو رحنا هنا طبعا ممكن انا في الـ في الـ في الايفولوشن لو عملت اي او عملت يو يو عشان اجيب ده، افتكر ان انا حطيته اوفر شويه، فافتكر انها 200 هتبقى اظرف. في حاجه كمان مهمه، ان واضح ان البرايتنس بتاخد وقت جامد على ما تطلع، ف عايز اقللها شويه بس ان هي تطلع على طول. ايوه بالظبط كده، لان تاخد وقت جامد قوي على ما تحصل القيمه اللي هي تطلع بعدها. لو جينا نبص كده المره دي فعلا ظهرت على طول، المره اللي فاتت قعدت مده جامده يعني. هو في حاجه انا مش عارف انا قلتها ولا ما قلتهاش. قلتها، لو انا شلت الموس افكت دي حتى اللي اتعملت كده، هي الكراك دي
تمام معلش. نشوف. بس في حاجة أنا المفروض أعملها أساسا، إن الماوس تبقى تحت الكراك مش فوقه. أفتكر كده الدنيا واضحة أهي. حلو أوي. تمام، ودي نحطها تحت الكراكس بس. تبقى كده كده الدنيا هتبقى تمام جدا وبروسيدورال جدا. نيجي بقى للهير نفسه. الهير نفسه أنا عايزه يبدأ ينمو، يعني بعد ما تكون وصلت هنا، لو احنا شلنا الهير ده كده مثلا وهي لسه شغاله، انا يهمني ان هي تكون لسه شغاله. عملنا يو، هتبقى لسه شغاله خلاص. نحط هنا كي فريم للهير لينث بزيرو، ونطلع بتاع لغايه الثانيه 7 مثلا، والهير لينث يبقى كده مثلا 0.5. تعالوا كده نشوف بقى الافكت في الاخر يبقى عامل ازاي. نشوف بقى الافكت بتاعنا وصلنا فيه لايه. هنلاقيه بالمنظر ده كده. تمام. حاجه بس اللي انا يعني مضايقاني شويه، ان انا عايز اروح للهير واخد الويت بتاعه لتحت شويه، واخف شويه من النويزنس بتاعه والثيكنس 0.6. يعني اخلي الويت بالظبط كده حاجه كده. كده افضل. الحاجة التانية اللايت، عايز اعليه شوية لان الهير هيبقى قافل عليه. يعني هو من غير الهير هنلاقيه اللايت عالي قوي. نفس القصة هنا في AA، وده نفس الموضوع برضو هيعلى، لان لما الهير زي ما قلنا هيبقى قافل. لو احنا انا لو شلت لكم الهير اللي هو المين هير ده، تمام، هنلاقيه كده ما ظريف برضو. بس الاكسترود يعني محتاج يتقفل. اللي تحت شويه افتكر السي جي كلاس ده فعلا ملوش لازمه. بس كده افتكر كده احنا دنيتنا تمام. انا كنت قلت لكم هنا الدروب شادو ده هحتاجه صح، بس هنخلي ده في الاخر. ده ليه بقى؟ لو انا شلت ده، هي الفكره انا عايز اعمل دروب شادو للهير نفسه. بس طبعا الديستانس افتكر هنزودها شويه. تمام. السوفتنس ممكن نخليه واحد بس، ميبقاش فيه الياس، بحيث يبقى فيه شادو للهير على الجسم نفسه والليله نفسها. وفي نفس الوقت يبقى زي ما قلنا زي الاي او، كانه زي الامبيانت اوكلوجن بالشكل ده. وممكن كمان نعمل ديتيلز اكبر، ممكن احنا نقلل الطول بتاع ده و ندبليكيت الهير ده ونخلي فيه كام واحده كمان طوال اطول. بس ما علينا من شويه الديتيلز دي. افتكر الهدف من التكنيك احنا وصلنا له. انا زي ما قلت انا مش عايز اخبط كله في محاضره واحده، هيبقى فيها جزء تالت. الجزء التالت هنتكلم فيه على الرست، ويمكن ده فيه يعني شويه كلام شويه. فاتمنى انه يكون في تركيز قوي في الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه ده والجزء اللي فات. وما اعتقدش ان انا في حياتي هتكلم في تيتوريال بكميه المعلومات دي. فاشوفكم في الجزء اللي جاي ان شاء الله.